يطور من نفسه. ان هو صعب ان المسافه بين يعني اللي انت موجود فيه اللي النادي الاهلي موجود فيه وبقيه الانديه مسافه كبيره. طبيعي طبيعي انك يعني لو ما قدرتش تلحقني ده طبيعي. خلي بالك انا ما بقولش ان احنا في المدينه الفاضله. طبيعي انا طبيعي مش عارف الحق حد فطبيعي احاول امسكه احاول اجري وراه باي طريقه بقى ان انا في الملعب او بره الملعب. هو الشطاره ان انا اعرف ادير الموضوع بشكل كويس ان انا اقدر ادير الموضوع صح وابقى انا فاهم. هو الحاجه اللي برضو المهمه جدا انك تبقى وانت بتتعامل في اي قصه او اي موضوع تبقى فاهم اللي قدامك ده هو عايز منك ايه. طالما انت فاهم خلاص ما انت تدير الموضوع بالطريقه اللي انت فاهم ان هو هيتعامل معاك بيها. مش لازم اروح له الحته بتاعته ما هو مستنيك انك تروح له بالظبط كده. يعني هو الهدف مستنيك انك تروح وهو الهدف.